شو سرعين؟ كل شيء بتطلبيه بتلاقيه بتطلبي. علمينا كيف بتصير؟ هلا ما فيكم تتربعوا مشان؟ لا ما تتربعوا الحمد لله نتربع. أهم شغلة إنه نقعد وهيدي الشيء عن جد هلا هو شغلة لازم يعملها الواحد على القليلة 10 دقايق خلال نهاره على القليلة مرتين. هي الفكرة إنه بدك تتخيلي أول شيء إنه الراس الكتاف رخيين، يعني إذا أنا عملت لك نخرخي إيدك لازم تقشط، أوكي؟ رخوة، حط إيدك على بطنك وبدك تمليها هوا. رجوة يا عمري على بطنك يا عمري. ليش حبيب. أنت تحت؟ رجوة يا حبيبي كلنا نرخيها. لا تأمريني، لا بطنك يا عمري أنت يا عمري. حط إيدك على بطنك مليها هوا 8 ثواني وقطعي جوا 6 ورجعي طلعي 8. يلا منتنفس. حلو كتير حلو كتير. قطعي جوا. نقنا يا أنجو نقنا. طلعينا برا. مرسي أنجو. أهلا وسهلا حبيباتي. أهلا وسهلا. سحر مسرحية مجدرة حمراء. بتلعبي كل الأدوار، بتتخانقي مع حالك، بتسبي حالك، بتبكي مع حالك، بتصالحي حالك. حالات الانفصام بالشخصية هيدي دارجة برا ولا بس عنا بلبنان؟ هلا هيدا النوع من المسرح هو مزيج بين حكواتي والستاند اب. هلا اللي عم بلعب ايه؟ عم بلعب فيها ثلاث كاركترات عم يحكوا مع بعض على المسرح، وبعتبر عن جد من اهم اشي عملتها بحياتي اني اقدر على مده ساعه ونص العب هالثلاث شخصيات، وكل شخصيه عم تحكي قصه والثانيه عم تتفاعل معها. كل هالعالم طالعه من داشه. انجو ثورجيه وبتحب المظاهرات وعندك ثياب خاصه للمظاهرات، ليش يعني مثل الاولاد بيبقى عندهم ثياب خصوصي للعب؟ ثياب خصوصي للعب، ثياب خصوصي للمظاهرات، وبتحطيهم بجرور لحال بخزان لحال؟ لا مش هلال، كانوا هلا بطلوا موجودين صراحه. ما بقى عم تنزلي مظاهرات؟ ها لكن بحسوا انه الاكيد اللي فينا نعول عليه انه كلنا بمحل ما عن جد عبالنا انه يتحسن هيدا البلد. ما بعرف قد ايه رح ينسمح لنا انه يزبط هيدا بدنا نعول عليه. هي بتعول حبيبي، هي عول نعول عليه نعول. ما بعرفش حاستك عم تحلمي شوي؟ عم بحلم. واذا في ناس مثلك يعني في امل. في امل ايه في امل. اوقات بيطلع من ملل. انجو بدنا ننتقل معك لفقره كلنا سمع. هالفقره برعاية لا أحد، إن شاء الله بس يمشي البرنامج بتصير برعاية أحد. بهالفقرة نحن محضرين لك موضوع ساخن. حلو، بدك تسحبي هالموضوع. أوه. أيوة أيوة، بدك تقري لجمهورك